أعزائي طلاب الثالث الثانوي، نلتقي اليوم في درس من دروس اللغة العربية للإضاءة على نص يؤرخ فيه شاعرنا عمر أبو ريشة لانتصارات بلدنا بحروف من نور، وهو بعنوان عرس المجد. فمن هو عمر أبو ريشة؟ شاعر سوري ولد عام 1910 للميلاد، وتوفي عام 1990. نشأ في منبجة ثم أقام في حلبة وتعلم في مدارسها ليكمل دراسته الثانوية في الجامعة الأمريكية في بيروت. أرسله والده إلى إنجلترا ليدرس صناعة النسيج، ولكن الشعر كان أقرب إلى نفسه من هذه الدراسة. شغل مناصب عدة، فمن مدير لدار الكتب الوطنية بحلبة إلى سفير لبلاده في الهند والنمسا والولايات المتحدة. نظم الشعر في سن مبكرة وترك الكثير من النتاج الأدبي. وبعد أن تعرفنا حياة الشاعر عمر أبو ريشة، نستمع لقصيدته عرس المجد بصوت الإعلامي جمال الجيش. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانين ذيول شهبي، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب، قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندب. مهارات الاستماع. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. بدا الشاعر في النص محذرا معتزا مدافعا لائما. بدا معتزا
لأن الجلاء قد تحقق. ما الجوانب التي أسهمت في تحقيق الجلاء كما بدت في النص؟ تضحيات الشهداء، الثبات لنيل الحقوق، نفس العربي الطامحة للمجد والعزة، نضال أبناء سورية وتصديهم للغزاة، الإيمان بالحق والتمسك به، القراءة الصامتة، السؤال الأول، تغنى الشاعر بصفات الإنسان العربي في النص، هات صفتين له، ذو مروءة، طموح، شجاع، صبور، أصيل. السؤال الثاني، هات مؤشرين على انتصار الشعب السوري، تباهي الحرية بالنصر على المحتل، اندحار العدوان من دون أن يحقق أهدافه، انكسار المحتل أمام إرادة هذا الشعب. وفي المستوى الفكري نحلل السؤال الأول، استعن بالمعجم في تعرف المعاني المختلفة لكلمة رفع، واختر منها ما يناسب معناها في سياق النص. أقول رف النبات اهتز من النضارة، رف البرق لمع وتلألأ، رفت طربا اهتزت ورقصت وتمايلت. وأيضا سأستعين بالمعجم لإبراز الفرق في المعنى بين المهر والمهر وجمع كل منهما. المهر ولد الفرس، جمعها أمهار، مهار. أما المهر فهو صداق المرأة، ما يدفعه الزوج لزوجته في عقد الزواج، وجمعها مهور. المستوى الفكري، السؤال الثاني، ما الفكرة العامة التي بني عليها النص؟ تصوير فرحة الانتصار بالجلاء والإشادة بالبطولات. السؤال الثالث، إلى ما دعا الشاعر الحرية في المقطع الأول ولماذا؟ دعاها للاعتزاز والتباهي، أن تجر ذيول العزة والفخار فرحا بالجلاء وبما قدمه أبناء الوطن من تضحيات. السؤال الرابع، انطوى المقطع الثاني على تنديد ضمني بالمستعمر الغربي، وضح ذلك. عمل الشاعر على مدح العرب ورسالتهم الخيرة التي حملوها للبشرية في الوقت الذي نشر فيه الاحتلال الظلم والعدوان على كل أرض دمرها بممارساته اللا إنسانية. السؤال الخامس، قام الشباب السوري بمهمات جليلة في سبيل نيل الاستقلال، حددها في ضوء فهمك المقطع الثالث، بذل الدماء رخيصة في سبيل الحرية، عدم الاستسلام لليأس وتحويل الضعف إلى قوة، حماية الوطن والذود عن ترابه. السؤال السادس، هات دليلا من النص على كل من القيم الواردة في الجدول الآتي، القيمة التضحية في سبيل الوطن، الدليل لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي، وأيضا أرقناها دماء حرة، القيمة الثانية الاعتزاز بالماضي المجيد، من هنا شق الهدى أكمامه، تغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي، القيمة الثالثة الاعتزاز بالنصر والاستقلال، يا عروس المجد تيهي واسحبي. النشاط الرابع، الموازنة. قال الشاعر نزار قباني مخاطبا دمشق في نصر تشرين، وضعي طرحة العروس لأجلي، إن مهر المناضلات ثمين. وازن بين هذا البيت والبيت الثاني عشر من النص من حيث المضمون. التشابه، كلا الشاعرين تحدثا عن المهر وجعله غاليا،
يؤكد أن نيل الحرية يحتاج إلى تضحيات عظيمة. الاختلاف: نزار قباني خاطب دمشق، عمر أبو ريشة خاطب الحرية. نزار قباني في نصر تشرين، عمر أبو ريشة في عيد الجلاء. نزار قباني مهر المناضلات غال، عمر أبو ريشة مهر الحرية غال. الحكم: بيت أبو ريشة أجمل لأنه رفض المعنى بمعنى آخر لتأكيد فكرته، فهو عرف أن المهر غال ولكنه لم يتوانى عن دفعه حتى لو كان الثمن الروح والدماء. أما نزار فاكتفى بالإشارة إلى غلاء الثمن. وربما يرى بعضهم أن بيت نزار قباني أجمل لأنه استخدم الأسلوبين الإنشائي الأمر والخبري الخبر الطلبي المؤكد بإن، وهذا التنويع يقوي المعنى من خلال ربط السبب بالنتيجة، إذ إنه رأى دمشق عروسا بذل الغالي والنفيس مهرا لها. أما أبو ريشة فاكتفى باستخدام الأسلوب الخبري. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانين ذيول شهبي، لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدم حر أبي، درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأربي، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرفت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي، أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب، هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب، قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب، وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي، نحن من ضعف بنينا قوة لم تلم للمارج الملتهب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة ندب. في الختام أشكر متابعتكم، على أمل اللقاء في دروس جديدة.